حركات اطلع، عشان كده كده هطلعك بطريقتي. حركات شيبسي بالشطة. يا لهوي، ده بياكل شيبسي بالشطة قدامي. اجمد حركات كده اهوت، ريحة الشيبسي بتدخل جوه مناخيري كده، ما بعاوز اكل الشيبسي. يا لهوي نمشي فيه. يا دوج يا حبيبي، انا ثعلب ثعلوب، انا عارف مصلحتك. انت عشان تشتري عظم من الغابة الكلاب هتضحك عليك. انا لازم اجي معاك ونروح للكلب جاك واشتري لك العظم اللي انت عايزه. واو واو، انا مش بدخل الغابة بالليل يا ثعلب. واو واو، المدينة مليانة حرامية. انا ما صدقت ان انا شارك مع الجدي الشلب وابو علي وحركاته وزعبلة عشان اكسب العربية وبعتها، وفي الاخر انت عاوز تاخد الفلوس وتدخل الغابة بالليل. واو واو، ممكن يتسرقوا، انا عاوز اشتري عظم. واو واو، ايه الكلام الغريب اللي انا سامعه ده يا دوج؟ انت مش واثق في ثعلب ثعلوب؟ انا الثعلب كنت بدخل الغابة بالليل كتير، ومفيش اي حيوان يتجرأ يهاجمني عشان انا عندي بق قوي واسنان اقوى. واو واو، انا خايف الفلوس تتسرق وما اشتريش عظم في الاخر. واو واو، يا ثعلب بليز نروح الصبح ماشي. واو واو، ما تخافش خالص يا دوج، سيب كل حاجة على ثعلب ثعلوب. يلا تعالى ورايا على الغابة. انت بس ازاي مش واثق في ثعلب ثعلوب؟ هربت من السجن اخيرا. ايه ده، ايه الفلوس دي كلها؟ هات الفلوس اللي معاك دي، يلا بسرعه مفيش وقت. ايه ده، انت ده مسجون؟ انت هربت من السجن ولا ايه؟ واو واو، ده اللي انا كنت خايف منه يا ثعلب. واو واو، اسمعوني كويس، انا لسه هربان من السجن، مش فارق معايا اي حاجة، ممكن اموتكم دلوقتي واسرق الفلوس. هتجيبوا الفلوس ولا اموتكم؟ انت متعصب ليه بس كده؟ اتفضل الفلوس اهي، امسك يلا. سلام يا دوج. يلا بينا نروح الملجأ، نبقى نروح الغابة في وقت تاني. يلا يا دوج. واو واو، الفلوس يا ثعلب. ربنا يعوض عليك يا دوج. اسمع واضح حركات، هتشتري كل حاجة قلنا لك عليها، فاهم؟ واضح حركات، يلا بسرعة عشان عاوز افتح باب بسرعة. تام تام، خلاص بوش بشيكم كل حاجة كده بسهولة واجي. يلا شباليكو خش جوا بقى. يلا بسرعة، خلينا نشغل مشتاق. اخضر لابوني، اخضر اخضر لابوني، اخضر لابوني يا مجنون انت. يلا زعبولة بقى ندخل البيت بسرعة، ونستنى اللعبة الحركات ده لما يشتري لنا الحاجات. ماشي انا بص متأكد من حركات انه مش هيشتري الحاجات بالفلوس، هيروح يسرق الحاجات من السوبر ماركت وياخد الفلوس ليه. قولي بقول يسرق الحاجات، لو عمل كده انا هعاقبه طبعا، يعني لو يعرفين ليه. عشان انا كنت عامل فيهم مقلب ان انا طبعا عفريت، فاكرينه اكيد. اوكي ماشي يا زعبوله. الدنيا ربيع، الدنيا ربيع، اخدر لابوني، اخدر اخدر لابوني. ايه ده، شو عليكو؟ يلا يا ابني بسرعه، لف وامشي من الناحيه الثانيه، الطريق هنا مقفول. الله الله الله، ليه ما الكلام ده اول؟ ما انا كل يوم بعدي من هنا اول، اشمعنى ما الطريق مقفول دلوقتي؟ انا لما اقول لك الطريق مقفول يبقى مقفول، انا حضره الشرف، فاهم ولا لا؟ تنفذ الاوامر، لما الشرف يقول لك على حاجه لازم تنفذها. ايه ده، حددتك اسمك ايه؟ شريف؟ مين شريف ده اول؟ متوظف جديد في بيوك هيفن ولا ايه؟ شغال تنظيم البنوك؟ استغفر الله العظيم يا رب، باين علي طفل غبي وهيتعبني. انا شرف، شاف العربيه دي؟ بص مكتوب عليها ايه، شرف، حاجه كده زي الضابط بالظبط، ولازم تسمع كلام الشرف. لا طبعا مش هسمع كلام شريف، عشان بص حد تبقى اسمك شريف. ايوه بص بقى شريف، انا معاه في مدرسه كده واد اسمه شريف كده، واد متخاصم معاه عشان كده ما مش هكلم شريف ده. انا مالي انا باللي انت مخصمه في المدرسه، انا مالي بشريف بتاعك ده. افهم الكلام، انا شرف، حضره الشرف. يلا بقى، طب انا ملك بقى يا شريف. يلا بص بقى، روح شوف اصحابك فين، روح العب معاهم. يلا يلا شاكب بالشكل بقى، عايز اروح اشتري حاجه من الشباب باكي. يلا شريف وسع بقى. طب وده اتعامل معاه ازاي؟ ده دماغه تعبانه، ده عاوز يروح مستشفى الامراض العقليه. يا ابني انا شرف، يعتبر ظابط، نفذ الاوامر، امشي من الناحيه التانيه.
قولي بقى عفوك بوش بقى حدد الشريف. انت بوش شباب ودي ليش بوش شريف معاه في مدرسة ده بدو بوش بيعمل نفسه جامد كده وبيرخم عليا عشان كده بقى انا ما بحبوش ومخاشمه. ايه ده هو انت ابوه ولا ايه؟ انت شريف وابنك شريف الواد في سنة خمسة ابتدائي ده. صبرني يا رب لسه جاي بروك هيفن جديد شكلي همشي منها تاني. يا ابني انا الشريف انا لازم دلوقتي عاقبك عشان انت عطلت الكمين بتاع الشرطه. هات يلا غرامه انت عليك غرامه دلوقتي 100 روبوكس هاتها بسرعه. يا نهار احمريكا انا اللي عطلت بتقول عليه ده اول انت الشريف اللي واقف في الطريق مش انا. ايه الظلم ده؟ بس الشريف يلا بروح العب بعيد انا لازم اروح اجيب حاجات من الشباب ماكل عشان واد بالي من خدت جعان هو وجع بولا. انت شغلك مش هتقتنع الا لما انا اقبض عليك فعلا. ان ما جبتش ال 100 روبوكس دلوقتي هقبض عليك فاهم؟ انا شرف. الا 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 انت معاك حاجات بتاعت حانة الزمن ولا مش هروح اسم الشرطة دلوقتي هقوله ان في واحد اسمه شريف واقف بره جنب اسمه كده اول شاري حاجات من عندكم. 100 روبوكس ان ما دفعتش 100 روبوكس دلوقتي غرامة تعطيل الكمين بتاع الشرطة انا هسجنك. هات 100 روبوكس يلا. انت مش سامعش يا شريف اقولك تايم انا مش معي غير 15 ينفع معاك 15؟ 18 قصدك 15 ده انت غبي. انا هاخد الموتوسيكل بتاعك عشان الشرطه لازم تتحفظ عليه عشان هو ده اللي انت عطلت بيه الكمين. يلا مع السلامه مش عاوز اشوف وشك تاني امشي. قال لي بقى عفاك يا بوش شريف انت بوش بقى انت كده ظلمتني انت بقى مين اللي قال لك خد الموتوسيكل اغنى الليموني انت خدت 15 بالبوكس دي انا بوش ما اخد الموتوسيكل بتاعك ماشي. قال لي موتوسيكل حبيبي ما سيبكش ابدا. انزل من على الموتوسيكل انزل يا اما هسجنك. طب طب يا شريف انت باين عليك يا شرير ولا ايه؟ زواج شريف معاه في المدرسه. يلا ما اشوفش وشك امشي. قال لي بقى هي بعد كده طب ولا ما ناخد حقي انا اوريك بقى. الواد ده مجنون ولا ايه؟ ما اعرفش ان انا شرطه. انت عارف حركات هتلاقي فعلا بيسرع الحاجات من السوبر ماركت. طب بص انا اروح افتح التلاجة اشوف لك اي حاجة تاكلها قبل ما حركات يجي ويجيب الفطار. خلينا كده عند التلاجة بتاعت حركات. اوكي افتح كده بعلي التلاجة. او ماي جاد التلاجة ما فيهاش غير بيتزا واحدة ثانية واحدة كده كمان وكمان حركات واخد الزيتون كله من عليها. زعبولة تاكل البيتزا؟ بيتزا ايه بس يا بعلي حركات الدوب كل الزيتون من على البيتزا حركات ده بياكل اي حاجه لو ليك انت اساسا على البيتزا هياكلك مع البيتزا اساسا والله. هعمل فيه ايه بس الغبي ده هو اللي اتاخر كده. اصحابي احنا مش عندنا خناق. نعم يا اخويا عندنا ايه خناقه؟ احنا لازم نتخانق دلوقتي حالا عشان مش بقى في واحد اسمه شريف كده اهوت شارع مني مشتاق. ايه ده شريف؟ شريف بلا حركات. قولي مولي شريف انا ما عمريش شفت واحد اسمه شريف في بروك هيفن. مين ده يا ابني؟ اسمعوني بقى اصحابي الواد اللي اسمه شريف ده اهوت واقف كده على الطريق وشاق مني بالشكل هو بقى بيسع الناس كلها. يلا تعالوا ورايا بسرعه لازم نندبه. شريف مين يا ابو علي؟ الواد ده بيقول ايه؟ تعالى اما تشوف. والله انا مش عارف مين شريف ده على اللواء بس خلينا نروح نشوف نتاكد. تحت امرك يا حضره اللواء كل حاجه تمام ماشي. شريف بص لي بقى بسرعه شريف ادي وقت لازم اخد حقي منك. سلام يا حضره اللواء سلام معايا شغل. انت ايه اللي جابك تاني؟ اصحابي هو ده بقى بوش شريف اللي بقول لكم عليه يلا بينا بقى عشان نتخانق. يا نهار زبادي زبادي بالكبيرة كمان زعبولة انت شايف اللي انا شايفه؟ ايوه انا بقول اللي شايف انا كمان قصير شايف المنظر من عندي يضحك اكتر حركات بتخانق مع الشرف ابو علي. حركات فاكر الشرف واحد عادي ما يعرفش ان هو شرطة اصلا. ده غبي قوي ابو علي ده كده هيتسجن. طب هنعمل ايه بس يا ابني ده شرطة الشرف ده شرطة يخرب بيتك يا حركات. لو ما اديتنيش الموتوسيكل ده هو كده بقى بوش شريف انا لازم اخد منك بقى الموتوسيكل هو اصحابي وناخد حقنا فاهم ولا لا بقى واسلمك للشرطه عشان انت بتسرق حاجات الناس. تسلمني لمين يا حبيبي؟ انا اصلا شرطه انت عيل غبي انت مفيش دماغ خالص. ايه ده شرطه؟ شرطه ازاي بقى؟ وانا بقالي هو شريف ده شرطه؟
شريف يعني بص احيانا بيبيع ايس كريم، مره تلاقيه بيبيع حلاوه بسبوسه. ايوه طبعا شرطه غبي. حضره الشريف ممكن تكلمني انا؟ نعم، عاوز ايه؟ بص حضره الشريف، الواد ده اصلا ده مريض اصلا يا حضره الشريف. بص دماغه اصلا نصها ضارب، وكمان يعني بيروح المستشفى الامراض العقليه بياخد علاج هناك يا حضره الشريف. انت واد مالي ايه مستشفى امراض التقليه دي؟ مستشفى الابراج تقليه ايه؟ تقليه ايه بس؟ واحده رايحين نعمل اكل تقليه العقليه يا ابني. بص حضرتك الشريف عقله تعبان صدقني، فلو سمحت ممكن تديله الموتوسيكل بتاعه، عشان الدكتور هو اللي قال لازم يركب موتوسيكل لون اخضر عشان عنده ازمه من اللون الاخضر. يعني هو طلع مريض في الاخر؟ انا كنت واثق، بس للاسف مش هينفع اديكم الموتوسيكل الا لما يدفع الكفاله. يدفع الكفاله؟ طب انا هدفع الفلوس اللي معايا كلها. اتفضل اتفضل، كل اللي معايا والله. طيب ماشي، هات الفلوس وخد الموتوسيكل بتاعك. امسك اركب يا ابني الموتوسيكل بتاعك يلا بسرعه يا غبي. وين بالي ايه مستشفى امراض التقليه دي؟ امراض التقليه تاني برضه؟ اركب الموتوسيكل اركب يلا خلينا نمشي. تمام اركبه. طب اقول لك ايه طيب؟ مش انا شريف؟ شريف مين يا غبي؟ امشي امشي بدل ما يسجننا، امشي. طب خلاص بقى، مش عارف بس انتوا خايفين من شريف ليه؟ يلا يا واد جابوا لك. انت معاك؟ انا اركب معاك اهو. يلا يا ابني ركبوني. شنو بالي؟ تعالى ماشي بقى. يا نهار ابيض على الندم، ادفع الفلوس في الاخر سيبني. مش انت قلت مريض وبيتعالج في مستشفى الامراض العقليه؟ ايوه فعلا حضره الشريف، شكرا سلام، خلينا نروح ماشي. طبعا يا علوي اللي ما يعرفش انا لابس كده ليه وفين العضلات هتعرفوا كل حاجه في الفيلم، بس خليكم معايا. والله يا علوي الواد حركات لازم يروح مستشفى الامراض التقليه. تقليه يا غبي اسمع، العقليه. الواد ده خلاص مجنون، مجنون رسمي عام، لازم يروح فعلا. اهو هناك اقول غبي واد حركات جدو شلبي هناك اهو، تعال نروح له حالا عشان احنا خلصنا الفلوس اصلا وكمان جعانين. يلا بينا. انا شلبك جه ولا كده وانا وفق اهونك اهو. يلا بعدين روح لجدو شلبي عشان احنا معناش فلوس ولا جعان. يلا يلا تعالوا ورايا. جدو شلبي. او ماي جاد، جدو شلبي لسه جاي على بص بينزل البيت بتاعه. جدو شلبي صباح الخير. يا صباح النور. نعم في ايه؟ يا جدو شلبي احنا جايين نسلم عليك. متأكدين ان انتوا جايين؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل؟ دي حادثة بسيطة من حادثات حركات الغبي. شو مالك يا شلبك؟ الواد دخل البيت بالموتوسيكل. ما ده الطبيعي اصلا ده يا جدو شلبي، ده بياخد الموتوسيكل ينام جنبه على السرير. يا سلام، بينام الموتوسيكل جنبه على السرير. الواد ده مجنون، لازم يروح مستشفى الامراض العقلية. انت عارف يا جدو شلبي بيقول على مستشفى الامراض العقلية مستشفى الامراض التقلية. تقلية؟ هو احنا نعمل مسقعة ولا ايه؟ انت واد حركات. وبس يا جدو الشلبي هو ده اللي حصل. يا غبي حركات، راح تتخانق مع الشرطة يا غبي. الشريف ده يعني ضابط شرطة يعتبر. طب انا منين ماشي ان الشريف ده هو الشرطة؟ اديك عرفت يا فالح، شريف يبقى الشرطة ماشي؟ ايه ده؟ شريف يبقى الشرطة؟ طب هو واد منصور ما يبقى ايه؟ انا مالي بمنصور ده؟ وانت ولا بطل غباء ولا بس اعمل فيك ايه؟ قولوا لي حاجه نحاكم بيها حركات، يكون ذكي لو تعرفوا اي حل. طيب ندي له حقنه. طيب ليه ما بحبش الحقنه؟ ما تحبش الحقنه؟ والله شكلي ادي لك حقنه عشان زهقت منك. جدو شلبي احنا خلاص بقينا على الصفر، ما عندناش ولا روبوكس، عايزين تحدي. انا اصلا كنت جاي لكم وجايب لكم تحدي. انا عندي تحدي جميل قوي ليكم، ايه رايكم تخمنوا الاشخاص بتاعتكم الحقيقيه؟ نخمن الاشخاص الحقيقيه؟ امال انا مزور؟ ما انا حقيقي يا جدو شلبي. اسمعوني كويس، ابو علي هيكون موجود منه شخصيات كتيره من ابو علي وحركاته زعبله اللي المفروض يختاروا ابو علي الحقيقي، وهكذا حركات هيكون ليه شخصيات كتير، وابو علي وزعبله المفروض يختاروا شخصيه حركات الحقيقيه. ايوه انا فهمت يا شلبوكا، انت قصدك ان واد ابو علي يبقى في منه 15 واحد ابو علي صح؟ ايوه وانا كمان انا فهمت دلوقتي، انت قصدك يا جدو شلبي ان هيكون في تماثيل كتير من شخصيتي وانا اكون واقف وسطهم صح، وحركته زعب الله يختاره. بالظبط كده، والله يختار صح، هياخد روبوكس كتير 10,000. ماي جاد مبلغ كبير. حركات ايه رايك؟ انا موافق طبعا، انا لازم اخد 10,000 بالبوكس دي واروح بوش بقى اوريها للشريف ده اول عشان اعرف ان انا غني. يا ابني الشريف ده ظابط يا ابني، بطل غباء. طب ومنصور برضه ايه بقى؟ شريف ظابط، طب ومنصور شغال ايه؟ يا ابني انا مالي بمنصور يا ابني؟ ده انت غبي يا جدو شلبي، فين التحدي؟ يلا تعالى ورايا حالا. ايه ده؟ انا مش مصدق عليا، كل دول ابو علي ابو علي وابو علي وابو علي وابو علي. ايه ده؟ انتوا هتعملوا فريق ابو علي ولا ايه؟ ايه ده؟ ايه اللي فريق ابو علي يا واد؟ انت احترم نفسك. جدو شلبي ايه كل ده؟
وادب علي، هما دول كلهم اخواتي. كل ايه اخواتي مين يا غبي؟ انت دول البص بتاع التحدي. او ماي جاد حلاوه. بص كم ابو علي. ابو علي تخيلوا ان ابو علي ده عنده قناه على اليوتيوب، وابو علي ده كمان عنده قناه على اليوتيوب، وكمان ده يا نهار زبادي اليوتيوب كله يبقى ابو علي. جد شلبي، ايه رايكم؟ انا ما رضيتش اخليهم 10000 ولا اعملهم 10000. ايه 10000 مين بس يا جدو؟ دول كده ومالين المدينه اصلا. المفروض دلوقتي ان هم يختاروا، صح؟ ايوه انا ابو علي. والمفروض كمان ان هيكون قدامهم دقيقه بس، اول ما الدقيقه تخلص خلاص كده وانت هتروح تستخبى. ايه طيب ماشي، حركات. انا هستخبى دلوقتي وانتوا اللي تدوروا عليا، ماشي؟ تابع حبيبي. يلا بشا روح استخبى وانا بمشي عليك اهو. ايه ده تبص عليا؟ طب انت كده هتعرفني. هو الكاميرا عشان امسكك بقى. ايه ده جدو شلبي وهيبص عليا؟ لا طبعا، الواد ده غبي. انت وانا حركات، بص لي انا. طب ماشي لبوكا دي مشيش لك اهو. ايه ده بس انا بمشي لك ليه؟ طيب مشي لبوكا، انت عشان انا. قولي بولي، وانت مالك يا ابني؟ انت قرع ولا مش قرع؟ وانت مالك؟ وهتروح تسرح له شعره؟ طيب خلي شو بشي بشي له تاني بقى. يلا انت كمان ازعبولة. طب ابو علي اهو، ابص لك جد شلبي. يلا دلوقتي دوري، استخبى فين استخبى فين؟ ازيك ابو علي؟ ازيك ابو علي؟ ازيك ابو علي؟ ازيك ابو علي؟ بص كام ابو علي. اوكي تعالى انا كده ابو علي استخبى. انا عاوز دلوقتي على الواد استخبى في مكان حركات ما عرفنيش خالص. ماي جاد، الشخصيات بتاعت ابو علي في طولي بالظبط والله، كل حاجه. عشان كده على اللي بقى شفته، انا لابس اللبس بتاعي كده وشلت العضلات عشان الجد الشلبي اتصل بيا قال لي ابو علي هنعمل تحدي فمحتاجك تكون من غير العضلات. على طول رحت منفذ كلامه، بس ما كنتش عارف ايه التحدي. اوكي انا دلوقتي على اللي استخبى في مكان محدش يعرفني خالص. اوكي على اللي زي ما انتم شايفين انا استخبيت. يلا على اللي قدامكم دلوقتي تعرفوا فين ابو علي. ادينا اهو بحرك الكاميرا قدامكم، اعرفوا على اللي بسرعه عشان انتوا كمان بتشاركوا معانا حاليا في المسابقه او في التحدي. ابو علي فين يا علويه؟ يا ترى ابو علي في الصف الاول ولا في الصف الثاني ولا في الصف الثالث ولا ورا ولا فين بالظبط؟ ابو علي بصوا اهو 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 اهو، هو ده ابو علي. ليتس جو. انا ده بصوا اهو. مين بقى بصراحه كان عارف ابو علي الحقيقي ومين ما كانش عارف؟ انزلوا اكتبوا لي في الكومنتات بكل صراحه عشان انتوا كمان هتشاركوا معانا في التحدي ده. اوكي دلوقتي خليني بقى ابلغهم حركات. انتوا زعبول انا خلصت. طب كده خليك ماشي لبوكا، انا اروح بقى ادور على واد ابو علي دوت. يلا واد الزعبولة. طب تابع حركات ابو علي مش بيرد على حركات. ابو علي ما هو مش هيرد عليك يا فالح عشان مش عايزك تمسكه. طب اجيب شلة بشكرة، خلينا نتأكد بالتاني ده. المشكلة ان احنا قدامنا دقيقة واحدة بس عشان نعرف ابو علي. انت واد ابو علي رد على واد، انت ده شكله مش هو. اول لا مش هو، خلينا نشوف الواد التاني ده. واد ابو علي بص حركات الغبي. قال ايه ده جاي عليا؟ انت واد ابو علي انت فين بقى؟ بص بقى علويه ما عملوش لايك للفيديو ده، لازم يعملوا لايك بقى. اطلع كلمهم يلا. بص علويه بيستغلني، عاوزني اتكلم عشان اقول اعملوا لايك على اول الفيديو. يلا اعملوا لايك بقى. ايه ده حركات ممكن ياخد باله. اسمعت الصوت. قولي بولي اسمع صوتي. طب اعمل ايه طيب؟ خليني واقف زي ما انا ما اتحركش. انت واد ابو علي اكيد هو مستخبي ورا. لبولي ايوه روح دور ورا النوب. ايوه بعيد عني. اوكي انا واقف فين؟ بص زعبول فين؟ مش هو ده برضه، خلينا نشوف التاني برضه ولا ده. روح للي ورا طيب. بص على اللي دي قربت تخلص. سجل دوش قلبي كل دي ما خلصتش. ابو علي واقف ما بيتحركش. طبعا يا علويه التحدي الجامد ده، في حد منكم بعت لي الكومنت اللي انتوا شايفينه ده اسمه اسطوره احلى ابو علي في الدنيا، عندي فكره ليك. الفكره هي 100 نسخه من حركات، وانتوا كمان يعني حركات وزعبوله برده 100 نسخه، وتعرفوا مين هو ابو علي الحقيقي وحركات الحقيقي. فزي ما انتوا شايفين الكومنت بتاع اسطوره، شكرا جدا يا اسطوره على الكومنت ده. انا عملت الفيلم ده عشان هو اللي قال لي عليه، طبعا بحب اشكره. انا عدلت شويه على الفكره بس يا رب تعجبكم. ولو انتوا كمان عندكم افكار قولوا لي عليها في الكومنتات وانزلها ان شاء الله. طب وبعدين بقى في واد ابو علي ده؟ هو ده ابو علي عارف ان انا غبي بقى، انا لازم دلوقتي اخوفه. امسك القنبله كده. واد ابو علي انا فرقعك دلوقتي. ايه ده مفيش اي حد يتحرك ليه؟ اكيد ابو علي مش في الصف ده، خلينا نروح التاني. انت واد ابو علي انا عندي دلوقتي حد واحد، لو ما طلعتش افرقعك. واحد ايه ده ابو علي برضه مش هنا، خلينا نروح الصف التاني. او ماي جاد الغبي ده اللي جاب ورايا، يا نهار زبادي ده ماسك قنبله. يا جدو شلبي يا جدو ماسك قنبله. جد شلبي مش شايف ولا ايه؟ يلا واد اطلع بالشقه، عندي حد واحد لو ما طلعتش افقعك. واحد بس كده. ايه حركات انت ماسك قنبله؟ يلا خلينا نشوف ورق الغبي ده بقى فرقعنا. اصل ابو علي مش في الشف ده، خلينا نشوف الشف التاني. يا رب ما يجي عندي. او ماي جاد
ولا مش هودي بالي عندي حد واحد دلوقتي. قولي بولي ده حتى قنبلة جنبي. يا نهار زبادي انت يا غبي. شلبوكة امسك تبالي اهو. يا قدوش شلبو ده حتى قنبلة. الكلام ده منفعل. يا جدو ان شاء الله والله الظلم يا جدو ده فرع القنبلة. ابو علي كل حاجه متاحه، هما قدامهم دقيقه والمفروض يطلعوك. انا قلت لهم تقدروا تستخدموا اي حاجه. قولي بولي استخدموا القنابل. ماشي حركات دلوقتي دورك. طلعتك ماشي زي الفرخه كدهون بشكتك. طلعتني زي الفرخه. ماشي دلوقتي دور مين يا جدو الشلبي؟ دلوقتي دور حركات. بالي لا لا مش هتعاقب الزعبولة. جدو شلبي مفيش عقوبات. ماشي عشان العلوية تقريبا صح يا علوية. انزلوا اكتبوا لي في الكومنتات انتوا عايزين التحديات يكون فيها عقاب ولا لا. لو عايزين العقوبات تظهر في الفيديو انزلوا اكتبوا لي في الكومنتات. اوكي بس الفيديو ده يكون من غير عقوبات. ماشي جدو شلبي يا ريت يكون فيه عقوبات عشان هيكون احسن بكتير. حاضر حاضر يلا علوية انزلوا اكتبوا بسرعه عاوزين عقوبات ولا لا. خلاص كده ندور على حركات. ايوه طبعا. لا استنى حركات راح استخبى اهو. يا دار احمريكا كل دي حركات كده حركه متحركه تبات بشحليات فرخات يا لاوي. ازيك حركات؟ الحمد لله حركات. انا بقى لازم استخبى دلوقتي. استخبى بقى فين؟ اسعد يوم في حياتي والله ان انا اشوف كل الحركات دي. ازيكم حركاتات يا لاوي؟ كل ده جيش حركات. لو اعمل الجيش ده بقى واروح ادب الشريف داون ولا انت منه؟ انا لازم احتل العالم كله بجيش حركات ده. هروح استخبى في الصف الاخير طبعا. لازم استخبى مكان التمثال المزود ده واكون مكانه في الصف الاخير عشان لو استخبيت قدامه تعرف عشان الواد بقالي ما معرفنيش. خلاص يا جد ولا لسه؟ حركات استخبى يلا معاكم دقيقه عشان تطلع حركات. طب طب شكرا يا جد الشلبي. يلا دلوقتي الزعبول انا وانت. حركات ده غبي المفروض نمسكه بكل سهوله. طب طب الزعبول او ماي جاد بص بص حركات عامله ازاي؟ وادي حركات انت وادي حركات فرخه. لا مش هو ده علوية صح؟ مش هو مش هو. حركات ولا برضه ده كمان؟ طب فين حركات طيب؟ وادي حركات مش هو ده. اكيد حركات اصلا مش استخبى في الصف الاول عشان حركات متاكد ان احنا هندور في الصف الاول كويس. اوكي حركات انا جات لي فكره. مش حركات طلع لي بالقنبله؟ انا دلوقتي زعبولة. بص هستخدم ايه يا زعبولة؟ هتستخدم ايه بقى؟ وريني. بص يا زعبولة مش حركات طلعني بالقنبلة عشان انا بخاف من القنابل بقى وكده كنت خايف على روحي لحسن اموت. دلوقتي هجيب حاجة حركات بيموت فيها. قبل ما اوريها لكم يا علوية انتوا اكيد عارفين دلوقتي حالا واللي عارف انا بديله وقت اهو. انزل اكتب في الكومنتات براحتك انا لسه ما قلتش. يلا انزل اكتب اهو بسرعة مستنيك. يلا اهو مستنيك. يلا بقى اقول الحاجة. الحاجة دي يا علوية شمس بالشطة بسكوتة بالبندق شوكولاتة بالملبن. حركات اول ما يشوفهم اكيد هيكون عاوز ياكلهم. شوكولاته شوكولاته بالملبن. لا يبقى حركات مش هنا. طب انا حركات مش بالصف ده. انا دورت كويس. طب طب يا زعبولة دور انت في الصف ده وانا في اللي بعده. اوكي شيبسي بالشطه بسكوته بالبندق شوكولاته بالملبن. حركات برضو مش هنا. شوكولاته برضو مش هنا. اوكي شيبسي بالشطه. حركات برضو مش هنا. او ماي جاد امال الحركات فين العلويه؟ الو وادي حركات. نعم. ايه ده انا سمعت صوت. ده غبي ده بيرد عليا. حركات يا دار احمريكا انا ماشي رايح ارد يا واد مالي مخبي داون المفروض اقف كده زي فخ ما اعملش صوت. حركات اطلع عشان كده كده هطلعك بطريقتي. حركات شيبسي بالشطه. يا لاوي ده بياكل شيبسي بالشطه قدامي. اجمد يا حركات كداون ريحه الشيبسي بتدخل جوه مناخيري كده ما بعاوز اكل الشيبسي. يا لاوي نمشي فيه. شيبسي بالشطه بسكوته بالبندق. يا نهار احمريكا وكمان بسكوته بالبندق. لا انا كده مش قادر اقاوم بصراحه. اجمد يا حركات عشان تكسب بقى وتاخد 10 تمبر بوكس واشتري مثلا بكسوت والشوكولاته لو مش لازم اعرف مكاني. طيب يا حركات انا متاكد ان انت في الصفين اللي ورا دول عشان كده حركات بقى بعد البسكوته بالبندق اهم حاجه انت بتحبها شوكولاته بالملبن. يا سلام حركات. لا 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 انا كده خلاص ما مش قادر استحمل لازم اخد الشوكولاته. هاتي وادي الشوكولاته دي هات بقولك. او ماي جاد ده خطف مني الشوكولاته اهو مسكته. جدو شلبي يلا بالي في وشك بالشعر خلينا كله. هروح استخبى تاني. يلا وادي بالي انا اهو. نعم يا اخويا ده راح استخبى قدامي.
زعبولة مسكناه. برافو عليك ابو علي، مسكناه بسبب انه جعان وبيحب الشوكولاته. ايوه طبعا مسكناه. يلا حركات يا نوب، انت اتمسك. انت مش ياكل الشوكولاته بقى وعيد الدور. تعيد مين يا حبيبي؟ الكلام ده مش هيحصل، انت اتمسكت خلاص. ابو علي كده خسر وحركات خسر. دلوقتي دورك يا زعبولة، روح استخبى. طب جد شلبي، ايه يا علاوي كل دي زعبولات؟ زعبولة 1 2 3 4 10 19، ايه كل الزعبولات دي؟ ازيكم الزعبيل؟ جيش الزعبيل اخيرا شفته. خلاص يا جدو شلبي. ايوه خلاص، زعبولة استخبى، انا بصيت عليه. ايه ده ولحق يستخبى؟ او ماي جاد، ما عشان صغير بقى بيدخل في اي حته وخلاص. يلا يا عم حركات تدور عليه. ابو شمشاء يا حبب، مش قادر، روح انت يلا دور بالشاع. روح دور بسرعه. جدو شلبي، انا لو لقيت زعبولة انا اللي اخد ال10000 صح؟ ايوه طبعا. طب وحركات؟ هياخد صفر. ايه ده شلبوكا، انا روح دور عليه تبع دواتي. احسن يا نوب، اول بس يبقى الروبوكس على طول يجري. ايه ده هو كده بيدور؟ انت يا نوب انت اتاكد من زعبولة. زعبولة زعبولة بيحب الايس كريم. قال له ايه الايس كريم؟ ايوان جبت الايس كريم. حركات الواد زعبولة بيحبه ايس كريم شوكولاتة. يا زعبولة زعبولة المزعب الايس كريم شوكولاتة. ايه ده حركات انت ملقتوش ورا ولا مليت واد ابو علي؟ عمال يقول له زعبولة يا زعبولة كده ومش بيرد. طب هو مش هيرد طبعا يا غبي. ايس كريم شوكولاتة. زعبولة فين؟ قالوا ابو علي عارف ان انا بحب الايس كريم، مسك الايس كريم بالدك اهو، بس انا بقى مش لازم اروح اكله خالص. حافظ زعبولة كده، مش لازم اخسر في حركات الدوق، خليني بقى اكون مش هروح اكله ابدا. والله صعب ان انت تجيب زعبولة، اصلا زعبولة ذكي اكتر من حركات، بس هو بيتعلم الغباء من حركات، بس بيستخبي مش عاوز يطلع. زعبولة هولي مولي يا زعبولة، ايس كريم شوكولاتة. والله بلاقيها علوية، معقولة الواد زعبولة كده هيكسب؟ وادي حركات. ابو علي هو زعبولة شغلوك كده بقى مش هنمسكه، انا اروح اقول للشلبوكة تسلم. قولي بولي يا دوبي حركات، يا جدو شلبي مش لاقيين الواد زعبولة، احنا تقريبا خسرنا. اصلا الوقت بتاعكم خلص وكنت هنادى عليكم دلوقتي. قولي بولي الوقت خلص، طب احنا كده خسرنا. زعبولة كده يكون هو اللي كسب عشان انتوا بس اللي موجودين. يبقى انت اللي جابك الدوك. الدوك امشي يلا على الملجأ وانا اديلك عظمه. يا دوك امشي يلا، امشي امشي اشوفك بكره. واو واو انت عاوز تمشيني ليه يا بني؟ واو واو يا دوك شلبي انتوا بتعملوا ايه؟ واد يا دوك روح كده بص طلع زعبولة الحقيقي من الزعبولات اللي واقفه دي المزوره. واو واو زعبولة الحقيقي وفين ده؟ واو واو ايه كل الزعابين دي؟ يا دار زبادي، دوك كده اللي يكسب حركات. لا طبعا مش هيكسب، دوك يعرف منين بس زعبولة حقيقي. مبروك عليك يا دوك، انت اللي كسبت، برافو عليك، انت كلب ذكي. ايه بقى الكلام ده؟ وكل مره واد دوك ده هو اللي يكسب ولا ايه؟ انت واد يا دوك انت مش كسبت المره اللي فاتت وخدت العربيه وتليك بعتها واشتريت عظم كتير؟ واو واو ولا اتسرقت الفلوس، اتسرقت مالي ثعلب الغبي راح خد الفلوس وضيعها. قول لبولي ثعلب ضيع الفلوس، ثعلب ده اصلا بيضيع كل حاجه. مبروك عليك يا سيدي، اديك كسبت 10000 روبوكس. انا نوبة وديتا ولا بشيبك الدوجة؟ وانا مش هسيبك الدوجة. رجلي عندي رجلي مش قادر امشي عليها. ابو علي انا كمان امشي، لو عرفت ان انتوا خدتوا روبوكس من الدوجة او حركاته زعبولة عملوا له اي حاجة انا هعاقبكم. باي. ماشي ماشي يا جدو شلبي، مع السلامة. خد بالك وانت سائل احسن تعمل حادثة يا جدو. طيب سلام. انا لازم اروح للبات دول احسن يسرقوا الروبوكس من الواد دوجة ونتعاقب. جيش الزعبيل ده ايه اللي هيحصل فيه؟ انا اجيب قنبله وافجر جيش الزعابيل. ليتس جو، جبت القنبله دلوقتي يا علويه. ايه ده ابو علي؟ ايه الغدر اللي انت فيه ده؟ عاوز تفجر جيش الزعابيل؟ ايه ده زعبوله؟ لا زعبوله انا بس كنت بدور على القنبله عشان اضرب الوقت حركات. يلا بينا نمشي يا زعبوله. طب هات الايس كريم هدولك. يلا بس نمشي الاول. خلاص كده علوي نكون وصلنا لنهايه الفيديو. عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وكمان اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس. اشوفكم الفيديو الجاي، وما تنسوش كمان تقولوا لي افكار للفيديوهات اللي انتوا عاوزينها وانا اعملها واطلع الكومنت بتاعكم. باي.